بجد ترحيبا بحضراتكم. معايا في الاستوديو واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من اللعيبه المميزه في وسط الملعب، كنت بستمتع جدا بيهم في ادائهم. جيل كان كبير وجيل عظيم في التوقيت اللي لعب فيه، ابو تريكه، بركات، سيد معوض، يعني مش عايز انسى اسامي، لكن مجموعه مميزه جدا، عرف يستغل فرصه ان هو متواجد في النادي الاهلي وقدر يتماسك في وسط الملعب، بالرغم ان كان فيه لعيبه مميزه في وسط الملعب، حسام عاشور بقى، حسام غالي، لعيبه كتير جدا يعني كان متواجدين، لكن مسك في الفرصه وبقى متواجد. كان معايا في الاستوديو كابتن معتز يون، واحد برضو يعني والد يعني باباك الكابتن معتز طبعا، مين واحد من الله يرحمه طبعا، واحد من اللاعبين المميزين. معتز برحب بيك، واكيد واحنا بتكلم معاك وبرحب بيك اقول لك كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. النادي الاهلي دايما يعني صباغ في كل شيء، بنتكلم على وضع في النادي الاهلي في التوقيت الحالي. عايز اعرف برضو متابعتك للمباراه امس كانت عامله ازاي، عشان المباراه دي هتفتح لنا حاجات كتير من خلال الكلام عليها. طبعا في البدايه انا سعيد جدا يا كابتن ان انا كنت موجود معاك النهارده كابتن فاروق، وده مكاني وقناه النادي الاهلي ده بيتي وشرف ليا ان انا دايما بكون موجود، فلما بيطلب مني لما موجود ما اقدرش اعتذر، ربنا يخليك. وطبعا بالنسبه للمباراه يعني طبعا كلنا حزنانين كاهلاويه على الموقف عامه، مش عايز اتكلم على المباراه دي بس، يمكن احنا كنا بنتكلم على الهواء عامه في الفتره الاخيره من مباراه الزمالك، وكل الناس عارفه والجمهور وكل الدنيا عارفه ان الاهلي الفتره دي يعني في انخفاض شويه في المستوى وفي النتائج، بس زي ما احنا قلنا اللي وارد واكبر فرق العالم كلها بيجي هي لازم يحصل لها زي دروب كده على البطل او على الفريق الكبير اللي هو يفوق بسرعه. صحيح. بمعنى اللي انا ما افضلش يعني في تنازل، وكلنا مرينا بالمواقف دي وحضرتك برضو مريت بيها كتير، وخصوصا في النادي الاهلي اللي النادي الكبير دايما بيعرف يفوق بسرعه. حصل في الجيل بتاعكم الجزئيه دي، يعني بالرغم من الاسامي اللي احنا متواجده في نفس الوقت اللي انت بتلعب فيه، حصل حته الهبوط في المستوى ده كتير؟ تتذكر؟ اتذكر كتير. بس طبعا يعني مع احترامي للجيل الموجود دلوقتي، لكن احنا يعني كان قليل، لكن دلوقتي ممكن مثلا تتغلب مره واثنين وثلاثه. كان الاول لما بتتغلب مره بتحس ان الدنيا بتقوم. يعني ما تذكرش الجيل بتاعكم بركات يعني احنا يعني وابو تريكا ووائل جمعه مره مثلا تخسر كده تحس ان انت يعني الدنيا قامت، يبقى في انتقام للفريق اللي بعده. مع ان كلنا عارفين ان الكوره مكسب وخساره، ريال مدريد برشلونه بتخسر، لكن اللي مزعل الناس دلوقتي وانا في الشارع وبقابل ناس كثيره وبتتكلم معايا ان اربع مباريات خمس مباريات، يعني بدايه من الزمالك وبعدين بتطلع من كاس مصر مباراه الاسيوطي، مع احترامنا الكبير لفريق الاسيوطي، لكن مباراه مش بثلاث نقط بس، اللي مزعل الناس اللي هي مباراه بخروج من بطوله، فهو ده اللي مخلي الناس زعلانه جامد. وبعدين بترجع ماتش الترجي ما بتكسبش، بدايه بطوله افريقيا، فانت المفروض كبدايه بتبتدي كويس عشان ايه تفرق معاك على مدار البطوله. مهمه جدا طبعا. طبعا البدايات هي اللي بتديك الدافع. فانت لما تتعادل في وسط جمهورك وفي ملعبك وحاجه كمان الجمهور مش يعني مش متعود عليها، اللي انت مثلا بتخسر على طول او بتتعادل انت بتكسب على طول، فكون اللي انت تبتدي البدايه دي فدي برضو عند الناس مش حاجه كويسه. تطلع المباراه اللي بعدها مباراه كامبالا بتخسر هناك، فانت دلوقتي اخر المجموعه في الترتيب، انا قدامي الترتيب انت عندك نقطه واحده، مش نقطه واحده. بس اللي احنا عايزين نقوله اللي دايما جمهور النادي الاهلي بيقف مع 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 يعني مع الفرقه في المواقف الصعبه، وزي ما حضرتك بتقول انا يمكن اتعرضت لمواقف زي دي كتيره، وكنا ماشيين مثلا وحش بتلاقي مثلا مجلس الاداره بيقف معاك في الوقت الحاسم، بيجي يجتمع باللعيبه، اللعيبه الكبيره ليها دور مع اللعيبه الصغيره، في لعيبه برده بتبقى جايه مثلا من بعض الانديه لسه ما عندهاش برده يعني الخبره الكافيه بالنادي الاهلي، زي ما بيقولوا بيبقى التيشيرت تقيل شويه عليها، فكون لما هو بيقعد بيتقل في المستوى وبيتقل، بيعرف بقى اللي انت محطوط دايما تحت ضغط، مطالب دايما ان انت تكسب. النادي الاهلي والانديه الكبيره ما بتعرفش ان انت تخسر، انت صحيح. مطالب دايما محطوط تحت ضغط، اللي انت عندك جمهور اكبر جمهور في افريقيا، فانت مطالب دايما ان انت تخسر اللي انت تكسب. فمعنى ذلك في دور كبير جدا على اللعيبه الكبيره. الكابتن حسام طبعا يعني هتطرق للموضوع شويه، انا هتطرق ليك. خليني اقول لك يعني قبل ما نروح لكابتن حسام، وممكن يعني توجيه الشكر لو انت حابب توجه الشكر لكابتن حسام، ووجهه نظرك في يعني الاعتذار كابتن حسام، وشايفها ازاي عن استكمال مشوار الاسباب. يعني انت بتتكلم في اربع مباريات، الناس بتقول لك المدير الفني السبب، اللاعبين السبب، في بعض يعني الكلام، المدير الفني السبب،
اللاعبين نفسهم تعبانين يعني مدير، يعني في بعض الامور ممكن تبقى موجوده زي اصابات، حاجات كتير جدا ممكن تكون هي السبب في الشكل الحالي بالنسبه للفريق النادي الاهلي. من وجهه نظرك انه هل في ممكن حاجه تكون اكتر من كده؟ بص يا كابتن، يمكن هقول لحضرتك على حاجه، لو مسكنا حاجه حاجه بالنسبه للكابتن حسام في الاول، اصل بعض الاقاويل هتكتر، الناس كلها لما تتكلم في اي موضوع هو مدير الفريق وهو المسؤول وبيتحمل المسؤوليه، عشان كده عملت الاعتذار جت من كابتن حسام. هو يعني عايز اقول للكابتن حسام، جه وقت عليه اللي هو يعني هو حاطط في دماغه اللي هو عايز يهدى شويه، يعني عايز يبعد شويه، محطوط تحت ضغط على طول. المدير الفني دايما في اي حته هو اللي بيبقى شايل المسؤوليه كامله، من تشكيل، من تدريب، من اصابات، اي حاجه المدير الفني هو اللي دايما محطوط في وش المدفع. صحيح. فالكابتن حسام ماسك احسن نادي في افريقيا، فكابتن حسام عنده من الخبرات، هو مش اول مره يمسك مدير فني، بقى له كتير جدا ومتربي في النادي الاهلي. كابتن حسام مشكور ان الفتره اللي فاتت دي كلها حقق انجازات كبيره جدا، فجه الوقت اللي هو خلاص يعني هو حس بينه وبين نفسه لما اعتذر. اكيد انا عشرته 5 سنين وعارفه، من الشخصيات المحترمه جدا وشرف ليا ان انا اتعاملت معاه طبعا، بس هو اكيد حس من وجهه نظره اللي انا خلاص جه الوقت اللي انا لازم اريح، وده مش عيب. ده بالعكس، ده الفكر، الفكر الكبير من نجم هو كبير زي هو كلمة ان انا اريح، مش بمعنى ان انا اريح، هي معنى ان انا خلاص عارف اللي هو بيبقى فيه وقت معين كده معتز، ان الهارموني ما بين المدرب واللاعبين والنتائج اللي ممكن سيئة بتخلي ان ايه حتة لا خلاص الامور لازم تتوقف عند الحتة دي، وبدأ يعني حتة اللي انا التاريخ اللي انا عملته او الوقت اللي انا عملته اللي انت بتتكلم عليه بشكل مميز، خلاص ما ينفعش ان انا يحصل عمليه انهيار اكتر من كده، والاداره ليها حق اكيد قبول او الرفض يعني اكيد. بس كون اللي هي الاداره برئاسه كابتن محمود طبعا وكل اعضاء مجلس الاداره المحترمين، الكون اللي هم يوافقوا، اعتقد ان ده قرار صائب منهم، يعني قرار في منتهى الاهميه، وهم على يقين يعني كبير جدا، وعارفين قيمه الكابتن حسام اللي هو خلاص كده قدر يعني وصل لاخر مرحله، فالناس شكروه بمنتهى الادب، وده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي بكل ذوق وكل احترام. وكابتن حسام هيفضل وسيظل نجم كبير وابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح. فاعتقد اللي هم بيدرسوا دلوقتي او على طول في اجتماعات، واكيد يمكن انا كنت بتفرج على حضرتك قبل ما اخش على الهوا بتقول لكابتن خطيبه ده كلام طبيعي، احسن من انجبت كره القدم في مصر. فاكيد الكابتن الخطيب انا واثق ان هو مش هيجيب اي حد، عشان ده النادي الاهلي. فالكابتن الخطيب كون اللي هو هيجيب مدير فني، اكيد هيكون مدير فني انا واثق على اعلى مستوى. القصه بقى اللي اللعيبه بينهم وبين بعض بغض النظر عن المدرب، لازم يتماسكوا شويه، ولازم يعرفوا اللي وراهم جمهور كبير، والجمهور عليه برضه في نفس الوقت اللي انت لازم تساند زي ما انت طول عمرك. كنت بتعملوا ايه في الوقت اللي انت بتتكلم لو في حصل اخفاق، يعني تاني يوم الماتش او كلاعبين تتكلموا مع بعض؟ يعني احنا مثلا خسرنا او احنا دلوقتي في وضع بشكل عام زي دلوقتي كده، الطبيعي اللي احنا بقى اللعيبه بتقعد مع بعض، لازم نركز كل واحد بقى اللي بيعمل حاجه بره الملعب. ما هو القصه كابتن وحضرتك عارف اكتر مني، القصه مش متشابكه، مش القصه مش بره وجوه، بتنام كويس، بتاكل كويس، ماشيك ايه بره، انت دنيتك ايه. فالقصه مش قصه ملعب وبس، الناس 22 لعيب ولا لا، مش كده. فكل واحد عارف بيبقى ماشي ازاي ومطبع نفسه ازاي. اللعيبه بتقعد مع بعض، تقلل الانستجرام شويه، تقلل الفيسبوك شويه، يعني برضه الفيسبوك شويه لازم يقل. ايوه. والسهر دي تبقى مهمه جدا. طبعا، يعني حته التشتيت الدماغ في حاجات ممكن تكون دلوقتي حديثه، كمان كان ممكن الوقت ده عندكم ما كانش الموضوع قوي، يعني كان شويه. لا ما انا برضو مش كبير قوي. لا مش قصدي يعني ما كانش بنفس الحجم اللي فيه توقيت السوشيال ميديا. لا دلوقتي السوشيال ميديا مغطي على كل حاجه. اي حاجه دلوقتي كل واحد. بس مش سبب، انا مش بتكلم، انا بتكلم تقلل، يعني ما بتكلمش ان ده سبب من الاسباب، يعني بتكلم ان في جزء معين كلاعب كره القدم بيبقى مركز قوي في الكوره، لو في حاجه دخلت بتخلي طبعا مستواه يختلف تماما. اكيد يعني. طبعا اللي يعني انت بتتكلم عليه يعني. فانا بقول لحضرتك لو احنا على ايامنا الموقف ده، لا كنا بنقعد مع بعض اكتر، التمرين بيزيد، كل واحد عارف بيركز ازاي، بيرجع لصوابه ازاي لو بيعمل حاجه غلط. الحاجات دي بتفرق جدا. اول مباراه دايما بعدها على طول سبحان الله بتلاقي بنكسب 2-3 حاجه بقى من عند ربنا، بتصالحوا جماهيركم على طول خلاص. وبعدين احنا دايما جمهور النادي الاهلي، وحضرتك اكتر مني طبعا نجم وعارف، اللي جمهور النادي الاهلي ده رقم واحد بالنسبه لنا. انا عارف الاهلي زعلان الفتره دي من اللعيبه ومن الجهاز عامه، عشان النتائج بشكل عام، يعني بشكل عام عشان النتائج، يعني
هو متعود دايما على المكسب ومتعود دايما على البطولات، فهو حاسس بالخطر شويه بالنسبه لبطوله افريقيا. فانت كون اللي انت دلوقتي رقم واحد عايز تصالح جمهورك لازم تكسب. يعني جمهور النادي الاهلي عايزه يفرح ودايما يبقى في ظهرك لازم تكسب، هو متعود على كده. لو ده زي اي جمهور متعود على الخساره لا خلاص اخسر بقى مش هسال فيك. لكن مشكله النادي الاهلي او جمهوره اللي هو دايما متعود على المكسب. فعلى على على فريق الكوره او على اللعيبه ما قدامكوش حاجه اللي انتوا تصالحوا جماهيركم. تصالحوا جماهيركم ازاي؟ عندك مباراه يوم الاحد مع النادي المصري، ختام كويس، انت بتعمل ختام كويس. سيب بقى بعد كده، انا كنت بسمع حضرتك في شهرين، الشهرين دول فيهم يعني وقت كافي جدا، ايا كان معرفش مين اللي هيجي، المدير الفني، المدير الفني هيجي هيركز مع لعيبته، هيعرف اللعيبه، هيعرف يدرسهم، هتعمل معسكر خارجي اكيد مثلا بره مصر، هيتعرف على كل كبيره وصغيره في النادي لو هو مش لسه مش عارف حد، مباريات وديه على اساس ترجع لبطوله افريقيا. دي الشغل الشغل لجمهور النادي الاهلي. صحيح. دي رقم واحد. الناس كلها مش ما بتبقاش قلقانه على مثلا الدوري، على مثلا على اي بطولات، الحمد لله الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي قدير اللي هو بيحدث. لكن بطوله افريقيا دي بتبقى عند جمهور النادي الاهلي، دي بتبقى يعني الحاجه الكبيره يعني. طيب اينو، خلينا اكلمك على مباراه الامس. يمكن انت بتقول لي انت شاهدت المباراه، الشوط الاول كان مختلف تماما عن الشوط الثاني، كان حته الروح متواجده الى حد ما، فرص اللي جات للنادي الاهلي كانت كفيله انها مباراة. وانت عارف يمكن لعبت بره كمان في جزئيه افريقيا، ان النص فرصه في المباراه زي كده تحرزها بتغير مجرى المباراه. لو انت ما جبتش المباراه بتتغير عليك. هي دي كره القدم يعني عامه بشكل عام، خصوصا بقى في صعوبه مباراه افريقيا، وخصوصا ان انت كمان بتلعب بره. يعني الفرق اللي بره دي ما بتصدق، وكلهم عارفين ان النادي الاهلي يعني من اكبر انديه افريقيا، فكون اللي انا بجيب فيه جون هو اصلا بيتحمس اكتر، والروح يعني الروح المعنويه بتاعته بترتفع اكتر. فلما انت تكسب واحد واثنين لا انت كده اديت له ثقه. يعني بلغه الكره ركبني في المباراه. صحيح. انا شايف ان كره وليد سليمان ضربه الجزاء دي لو كانت جت كانت غيرت تمام المباراه. قبل ما تتكلم بس على كره وليد سليمان وتغيير شكل المباراه بضربه الجزاء اللي ضاعت، خليني بس اخد على الهاتف كابتن طبعا خالد جدالله، واحد من نجوم النادي الاهلي ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن خالد مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير يا محمد، بس هستأذنك علي صوتك شويه لان الصوت بعيد. تحياتي ليك يا كابتن. ممكن بقى يعني لو حضرتك مش هقول لك يعني كده كويس يا كابتن سامعني؟ كده كويس يا فاروق. حبيبي يا كابتن، واحد من مدربيني طبعا كابتن خير. سلم لي على معتز ايمن، كل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن، ويعني سعيد بتواجد حضرتك معايا. واكيد واحنا بنتكلم على النادي الاهلي، حضرتك كنت واحد من نجوم النادي الاهلي، والمواقف اللي بيمر فيها النادي الاهلي اكيد عشتها يا كابتن، ولكن كيفيه الخروج من الحالي لتوقيت افضل ان شاء الله للنادي الاهلي في مرحله قادمه كابتن؟ لا باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يخرج على اي مطبات بتحصل له في اي وقت. والعمليه انا شايف ان يعني اللي حصل في الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين دول نتيجه برضه تشبع اللعيبه وكثر الماتشات وكثر البطولات. اي فرقه على مستوى العالم بيجي لها فتره بيحصل فيها ضغط، انما هي الشطاره ازاي فرقه كبيره واللي هي اصحاب البطولات واللي هي شخصيه البطل زي النادي الاهلي دايما بتعرف تطلع على طول من المسافات دي، وباذن الله اللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن يمكن حضرتك ما عرفش تابعت المباراه ولا ما تابعتهاش؟ يعني خلي بالك طبعا يعني يعني كابتن بتشوف المباراه دي مجملا يعني فنيا ازاي يا كابتن خالد؟ والله فنيا الشوط الاولاني احنا متسيدين، ضغطنا وحش طبعا، في ضربه جزاء ضاعت يمكن وليد سليمان اللي هو بيجيب على طول درجات الجزاء، تسديد درجات الجزاء، برضه حظ عطر قدام ضاعت ضربه الجزاء. التحول طبعا في المباراه كان ممكن الشوط الاولاني يخلص واحنا كسبانين، كان فرق جامد جدا، ولكن سوء الضغط وقله التوفيق برضه اللي صادفنا خلال الشوط الاولاني ادى الى التراجع في الشوط الثاني. برضه احنا ما نعرفش الجو هناك ازوار، كان في خطوره عاليه جدا لان اللياقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي بتاعت اللعيبه خلال الشوط الثاني حصل فيها ضروب شويه، ولكن عدم التوفيق انا شايف ان عدم التوفيق وده بيحصل على كل مستوى الفرق على مستوى العالم كله، بتيجي وقت ما يبقاش فيه توفيق. نتمنى ان باذن الله الوقت ده يكون خلص واللي جاي باذن الله احسن من النادي الاهلي. طيب كابتن يعني جزئيه كابتن حسام البدري واعتذاره بتشوفها ازاي، وتقبل اعتذار كابتن حسام البدري او الاداره لاعتذار كابتن حسام البدري؟ الشكل كان مميز جدا ما بين الاثنين الصراحه. لا يعني بالنسبه للكابتن حسام انا اللي سمعت الاعتذار بتاع الكابتن حسام يمكن حسام حس برضه، حسام اصلا مش غريب عن النادي الاهلي، احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، جاب بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي، سجل بشكل كبير جدا،
ولكن يمكن هو حس ان مفيش توفيق او في قله ضغط شويه او عدم توفيق، فهو فضل ان هو يعتذر، لان طبعا هو يهمه مصلحه النادي، والنادي دايما يصوم خلاص ويبقى في نتائج كويسه. فاي مدير فني محترم زي الكابتن حسام البدري لما بيلاقي الدنيا بتقف معاه شويه، فهو فضل ان هو يعتذر عشان يدي حريه لمجلس الاداره في اي اختيار هو عايزه. صحيح. يعني يهمني برضو حضرتك متواجد معايا كابتن اطمن على قطاع الناشئين، خصوصا ان احنا الفتره اللي جايه احنا محتاجين بشكل كبير حته ضخ المواهب بالنسبه للفريق الاول يا كابتن. انا احب اطمنك يا محمد، واطمن كل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي هم موفرين لنا كل الجو المناسب المريح ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس في قطاع الناشئين. اطمنك ان الفتره اللي جايه باذن الله هنا ذخيرة من كم من اللعيبة على مستوى عالي جدا بإذن الله، هيكونوا بروميسنج وهيكونوا مستقبل مبشر للنادي الأهلي في السنوات القادمة، يقدر الفريق الأول. يمكن النهارده أنا بكلمك أنا وأنا لسه راجع من حفل التكريم بالنسبة للفريق الأحمر مواليد 2001 بتاعنا بتاع النادي الأهلي اللي حصل على السلطة الجمهورية. والفرقة دي بالذات فيها مجموعة من اللاعبين بحاجات كتير على ذات في مختلف المراكز على مستوى الدفاع وخط الهجوم وخط الوسط، باذن الله هيكونوا اكبر تابعين للنادي الاهلي بدءا من نهايه الموسم القادم. احنا على مستوى قطاع الناشئين الحمد لله كسبنا 3 بطولات من اصل 6 بطولات، ودي يعني يمكن ده العادي بالنسبه للنادي الاهلي، كان ممكن ناخد اكثر من كده، ولكن بالنسبه للسنين اللي فاتت في تحسن كبير جدا طبعا الحمد لله. كابتن احنا نتمنى طبعا عندنا مجموعه مميزه من اللعيبه تبقى متواجده، اهم حاجه عمليه اللي زي ما نقول ضخ الدماء داخل الفريق الاول. لكن يعني جزء مهم جدا عايز اساله حضرتك كابتن، عمليه التنسيق اللي هتبقى موجوده ما بين ان شاء الله يعني المدير الفني الاجنبي وقطاع الناشئين بتشوفها ازاي واهميتها كابتن خالد؟ لا باذن الله لازم هيكون في تنسيق على مستوى عالي، يعني هو اللي بيحصل دايما لما يجي المدير الفني الاجنبي لازم هيكون في تنسيق ما بيننا وما بين قطاع الناشئين. التنسيق بيبقى من ناحيه المراكز اللي هو محتاجها بالنسبه للدرجه الاولى، ايه اللي احنا ممكن نركز عليه، نركز على انهي مراكز اللي هو ممكن ان احنا نصعدها له. زي ما بقول لك احنا عندنا لعيبه باذن الله في نهايه الموسم القادم، باذن الله هيبتدي هنطلع الفريق الاول لعيبه تقدر تدي النادي الاهلي 10 سنين قدام. يا رب ان شاء الله. كابتن خالد انا بشكرك، واحد من المدربين اللي يعني دربوني حاجه مميزه جدا كابتن خالد جد الله نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا يا كابتن خالد، يعني بشكرك شكرا جزيلا. طيب كابتن خالد انا بشكره، يمكن طبعا هو كان بيتكلم كابتن خالد جزئيه مهمه جدا اينو على قطاع الناشئين، لكن خلينا واحمل على جزئيه المباراه والهدف اللي بيضيع انت ما بتعرفش تعوضه بعد كده، النتيجه طبعا ان الفريق الثاني بيفوق عليك، يعني انت بتلعب على ارضه وبتلعب وجمهوره معايا، فبالتالي معنوياته بتزيد مجرد ان انت مثلا ضيعت هدف هدفين ضرب جزاء زي كده كانت تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي في المباراه. انا زي ما بقول لك كابتن محمد، يمكن ضربه الجزاء بتاعت وليد دي لو كانت دخلت كانت غيرت من المباراه تماما. النادي الاهلي كان هيعرف ساعتها يتعامل مع المباراه، روح المعنويه ارتفعت مجرد ما الجون صدها، يعني مجرد ما الجون صدها هم اصلا الملعب هاج والدنيا المباراه اختلفت تماما، هم يعني عارف ايه خلاص هيموتوا نفسهم بقى، بيلعبوا في ارضهم وفي وسط جمهورهم عايزين يعملوا نتيجه ايجابيه، عارفين ان هم بيلعبوا بطل افريقيا فبالنسبه لهم فرصه وكله عايز يتصيط على النادي الاهلي، فهو ده اللي قلب المباراه اعتقد ضربه الجزاء. برضو عايز اتكلم على الحكم، ولو ان انا مش بحب دايما اتعلق يعني اكننا ايه عارف زي ما بيقولوا بيعلقوا الشماعه وبتاع، انا مش من هواياتي اللي انا اتكلم على التحكيم، بس برضو الحكم امبارح كان جاي على النادي الاهلي في بعض القرارات، فدي برضو كانت نقطه لازم يعني اشب التحكيم عين لا في كام حاجه كده، يعني رغم اللي هو حسب ضربه جزاء وكده بس برضو التحكيم برضو وكلنا عارفين التحكيم في افريقيا بيبقى عامل ازاي. طيب. ودايما بيبقى منحاز لصاحب الملعب. طيب خلينا اسالك على جزئيه الاصابات، يعني اللعيبه المتواجده في التوقيت الحالي سواء بقى اللعيبه اللي شاركوا نتيجه اصابه مثلا اجاييه، اللعيبه اللي شاركوا نتيجه اصابه معلول او دي فرص بتيجي لكل واحد منهم عينه، وكان لازم حته التمسك واظهار موهبته وقدراته للجمهور بشكل كبير. بتشوف الجزئيه دي ازاي؟ يعني تقريبا انت ما جيت ظهرت او اي حد
في وقت معين. يعني الجيل بتاعكم ده جيل صعب جدا ان انتوا حد كان كلنا لعبنا فرص يا كابتن حضرتك عارف يعني هي بتبقى فرصه. بتشوفها ازاي برضه في الجزئيه دي؟ بص يعني انا رقم واحد طبعا بالنسبه للاصابات، لو اتكلمت على الاصابات، الاصابات دي كلها ادت بشكل كبير جدا في تاثير في مستوى في النادي الاهلي. يعني مثلا اجاي برضه من اللعيبه المؤثره جدا في النادي الاهلي، وليد ازارو هداف الدوري، يعني الناس كلها كانت بتهاجمه لكن وصل لمرحله اللي انت بيفكرني بايام فلافيو على ايامنا. الناس كلها هجمته، وصل لمرحله اللي هو بقى هداف الدوري، ولما بيغيب صحيح. بيبقى فيه بيأثر كبير طبعا. فبرضو ازارو، اجاي، الناس دي كلها. لو اتكلمنا بقى الناحيه الثانيه، المفروض اللعيبه اللي ما بتشاركش وجالها فرصه اللي هي تلعب مكان واحد ثاني، وهي دي سنه الحياه، المفروض اللي انت عليك انك تمسك فيها. اللي بيزل واحد بقى زي ما كنا بنتكلم اللي انت ما بتمسكش فيها. يعني انا مثلا احمد حمودي خد فرصه قد ايه، عمرو بركات قبل ما يمشي خد فرصه قد ايه، ميدو جابر خد فرصه قد ايه، الناس دي كلها خدت فرص. وكابتن حسام مره بنشوفه مثلا يدي فرصه لفلان، تيجي مثلا بعدها مثلا باربع خمس ماتشات بتنساه. لكن انت لو بتادي وبتثبت نفسك وتمام، انت مش هتطلع من الملعب. وكلنا لعبنا كده، اي لعيب كره في الدنيا هي الكره فرص، كلنا عارفين يعني الكره فرص. يعني واحد زي اسلام محارب كده معتز، واحد من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا وبتنزل بتشارك وبتبقى مميزه جدا، ولكن كابتن حسام في وقت من الاوقات كان لا بيصر ان هو مثلا يخليك لاعب احتياطي، ما دي برضو الجمهور ممكن بيتساءل عليها. ما هو جه فتره في ماتش يا كابتن لعبه برضو من كلاعب اساسي واتغير. يعني هو كل الناس واخده اللي اسلام بينزل بيجيب جون، وبعدين لما كابتن حسام مديله بقى الفرصه من الاول، تحس ان الناس كلها تروح مراجعه. فبالتالي هو كان شايف حاجه كابتن حسام بدري مختلفه عن الناس او المحللين، صح ولا؟ يعني هو ادرى طبعا بفرقته، هو اللي عارف امتى بينزل. اسلام محارب اللي قدامنا على الشاشه دلوقتي واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا. يمكن كابتن حسام بدري بيفكر دايما في الورقه اللي بتبقى موجوده، تبقى ورقه بتغير شكل المباراه. هي الدكه كابتن عامه لازم، ما ينفعش تدفع بكل اوراقك. انت اللي بيكسب المدير الفني ايه، وبيكسب لازم يبقى عندك دكه قويه. طب انت بتشوف اسلام واحد من الناس اللي يعني ما اخذ فرصه اثبت نفسه بشكل كبير؟ وكان بينزل كل مباراه بيجيب فيها جون، بغض النظر عن المباراه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو لعب فيها اساسي وتغير. وارد اللي اللعيب النهارده بيكون كويس، وارد لا. زي هشام محمد. هشام محمد برضه اول ما جه جايب مبلغ كبير في النادي الاهلي، وهو لعيب كويس، وانا ولعب على ايامنا احنا شويه، كان بيطلع كان لسه صغير وبيتمرن معانا، لعيب من اللعيبه الكويسه، مقسم ادي موسم صحيح الموسم اللي قبل ما يجي في النادي الاهلي. جه برضه لعب ماتش ماتشين، وبعدين بتلاقيه مثلا مباريات كتيره جدا بره. فدي بترجع لمين؟ بترجع وبرضه على يعني بحمل برضه اللاعب جزء منها، مش كل المدير الفني يا كابتن. انت برضه لازم تثبت نفسك. انا لما جيت النادي الاهلي كنت جاي عارف اللي فيه حسام عاشور، عارف اللي فيه محمد شوقي، حسن مصطفى، انيس بوجلبان، كل اللعيبه دي بتلعب ديفندر. حسام غالي لما جانا كلنا اي مكان الفراو ده بيبقى فيهم خمسة ستة، مش عارف الباكرايت كان فيه، فكل الناس هي بيبقى تحدي وتنافس شريف وكويس بيلعب. فانت على اللعيبة دي لازم تبقى انت جاي. وبعدين دلوقتي الفرصة غير قبل كده، يعني دلوقتي انا شايف الفرصة متاحة للعيبة كلها. اللعيبة كلها بتلعب. احنا كان مثلا على ايامنا او على ايام حضرتك كانت برضو الفرص ضعيفة لبعض اللعيبة. فرصة واحدة ما لعبتش، تاخد فرصة واحدة ما مسكتش. انا في بعض اللعيبه بتمشي صحيح. في ناس جت يقعد شهر شهرين وبيمشي، اخرك ست شهور وبتمشي، وصفقات بتبقى تقيله. انت دلوقتي قاعد وبتلعب مره. انا هقول لك حاجه معتز، واحنا بنتكلم كده على موضوع الفرص، انا كان في جيل قبلي، يعني جيل قبلي، جيلين قبلي كان موجود بقى، مين بقى؟ كابتن حسام حسن وعمالقه، احمد شوبير، واسامه عراوية، مجموعه جيلين مشوا نتيجة الأسماء اللي أنت بتتكلم عليها، لأن هم حتى لما جم مش عارفين ياخدوا الفرصة. أنا بقى حظي إن ربنا أراد إن أنا أخدت فرصة. هي كده يعني. هي بتيجي كده. فالفرصة لو ما كنتش مثلا من أول ماتش الناس شافت قالت لا إن ده لعيب كويس وإن اللعيب ده لازم يبقى متواجد، كان ممكن كنت أمشي زيهم في وقت ما. فهي النقطة في كده. فأنت الكلمة اللي أنت بتقولها إن أنا كلعيب في ظل ان انا باخد فرص كتير وما أثبت زي ما بقول، لازم جمهوري كمان هو اللي يشوف دي اكتر ما كمان المدير الفني. يعني ممكن المدير الفني يبقى عنده وجهه نظر ان انا اصبر شويه، لكن الجمهور يبقى عارف ان انا كلعيب اما بنزل بعمل الفارق. ده عماد متعب، ما مش كل اللعيبه عماد متعب. ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني عماد متعب كل الناس عارفه اللي هو بينزل بتاع الدقيقه 90 بيجيب لك اجوان، بيجيب لك يا عم فين متعب؟ فين متعب؟ حتى عماد لما قبل ما يمشي لما ما كانش بيشارك وكابتن حسام ما كانش بيلعبه، الناس كلها عندها ثقه في عماد. فهو ده اللي مش عند يعني الجمهور واثق فيه غير اللعيبه الثانيه. لكن في لعيبه ثانيه مثلا بتلعب ماتش والثاني وبعدين عادي تلاقي اللعيب الجمهور مثلا زي ما حضرتك بتقول ما بيسالش عليه.
فمش كل الناس. طب كده انت بتشوف يا ميزو جزئيه اللعيب اللي مؤثر في الفريق، يعني انت عندك طريقه لعب معينه كابتن حسام البدري شغال بيها، طريقه لعب بتعتمد على بلاي ميكر، وهو كان عشان بس نبقى متفقين عبد الله سعيد، حته المكان ده الفتره الجايه هتشتغل عليه ازاي من وجهه نظرك مثلا؟ ما هي دي المشكله اللي عبد الله سعيد هل تغير طريقه لعب عبد الله سعيد مش لاقي له بديل، تغير طريقه لعب ولا تجيب لاعب بنفس مواصفات عبد الله؟ بص يا كابتن، يمكن لعيبه كتيره، خلينا نكون متفقين ان عبد الله سعيد احسن لعيب في مصر في الفتره اللي فاتت، ولو قلنا غير كده نبقى ما بنتكلمش بصراحه يعني، وعمل تاثير جامد جدا لما ساب النادي الاهلي، بغض النظر بقى مضى فين وراح فين، وانا بتكلم بمنتهى الامانه، لكن عبد الله السعيد عمل تاثير في النادي الاهلي. كذا لعيب لعب في المكان ده، وخلينا نكون واقعيين ما حلش الموضوع بتاع عبد الله، وكابتن حسام اكتر واحد كان حيران في الموضوع ده. كابر مره نشوف وليد سليمان رغم ان هو مش مكانه، نشوف مش عارف مين، نشوف مين، فكابتن حسام كان محتار. كان يقدر يغير من الطريقه، ما انا مش هغير برضه كابتن طريقه كامله عشان لاعب. هو صحيح مش تغيير الطريقه كامله، انت بتغير بس شكل التيم. اصل هو كابتن هو الطريقه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها ايه؟ 4-2-3-1، فعبد الله كان بيلعب قدام الاثنين ديفندر السوليه وحسام عاشور، فانت هتغير ايه؟ هو جاب وليد سليمان، جاء حطه قدام الاثنين بدل على الطرف، حطه قدام الاثنين قدام حسام وعمرو السوليه. ايه نوع التغيير؟ هيلعب 4-3-3؟ طول عمرنا عارفين من ايامنا احنا لما 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 الاهلي بيلعب 3 ديفندر بنضغط، فانت بتشيل واحد من قدام، فانت كده واحنا النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب بثلاثه بس بمواصفات معينه، انت عندك القدرات دي، ما انت عندك القدرات يعني وليد ممكن على فكره يلعب في نص ملعب بس ناحيه الشمال مثلا، ويبقى ده الوحيد اللي بيزيد مثلا، هو من سرعه هو كان عنده باكا، عندك لعيبه باكا ده على فكره لعيب كويس جدا وسريع جدا وعنده امكانيات هايله، بس مش عارف لسه لسه بس هو صغير، هو صغير في السن، وانا اتبسطت جدا اللي هو تقيت في افريقيا يعني اتبسطت جدا، هو ما كانش متقيت في افريقيا، وده كان حل من الحلول طبعا، ده كان حل طبعا تعويض يمكن انا قلت قبل كده، يعني اللعيب اللي انا شايفه من وجهه نظري اللي هو يقدر يعني بلغه الكوره استوى، وانا قلت قبل كده برضو هنا، قلت هنا في النادي في قناه النادي الاهلي، ناصر ماهر ده اللي يقدر يعوض شويه غياب عبد الله. امبارح انا شفته في ماتش الزمالك، لعيب هايل، لعيب هايل طبعا، هايل مسك امبارح بيمسك الكوره كابتن، عنده ثقه في نفسه، عنده كنترول جامد جدا، بيروح للعيب ما بيخافش، في لعيبه تحس ان هي ايه مش عايز يروح للعيب، لا ناصر عنده من القدره اللي هو يروح ويرقص ما بيخافش، تحس ان هو بيلعب خماسي، فناصر لعيب كويس، طلوعه بره في الاعاره دي يعني رجع عليه بالايجاب، اعتقد ان ده لو كان فضل في النادي الاهلي، اصابته كمان لا اصابته اثرت بشكل، هو اتصاب بس ده لو كان فضل في النادي الاهلي كابتن ما كانش هياخد فرصه، خلينا نكون بنتكلم بصراحه صحيح. لكن هو ربنا بقى بس يعني كان هياخد فرصه، وعبد الله سعيد ما انا بتكلم في كده، ده لو كان قعد ما كانش هياخد فرصه، فسبحان الله جاله الوقت اللي هو يطلع بره عشان الناس تشوفه ويظهر، الناس ما كانتش عارفه ناصر ماهر، دلوقتي كل الناس بتطالب، وهو انا سمعت كابتن حسام مره ولجنه الكره خدت قرار من ضمن الناس الاساسيه اللي هي راجعه، يعني في لعيبه لا خليهم، لكن من ضمن الناس اللي هي راجعه 100% ناصر ماهر، ليه؟ بدليل ايه؟ بدليل مستواه اللي هو بيقدمه الناس كلها شايفاه والجمهور شايفه، فده اللي من اللعيبه الكويسين اللي انا شايف اللي فيهم يعني عبد الله سعيد. احمد حمدي لعيب كويس، بس يعني عايز ياخد خبره، عايز يلعب اكتر، يعني هو فرصه نصر فعلا لعب. لعب هو ده الفرق، لعب. كريم نيدفيد الناس كلها ضغط برضه بيلعب مره بره بيطلع بينزل، لكن الاستمراريه يا كابتن اللي فرق مع نصر الاستمراريه، بيلعب على طول واخد ثقه على طول، المدرب بيديله على طول، لكن انا لو بلعب النهارده واطلع نفسيتي بتنزل، العب الماتش الجاي واطلع، انا نفسيا بحس ان انا مش موثوق فيا، فانا نفس يعني ثقتي في نفسي ممكن تقل، احنا بشر ولاعيب الكوره كلنا عارفين كده، لكن طول ما انا بلعب وعارف ان المدرب في ظهري وبيديني بيديني بيديني، لا انا بدوس بدوس بدوس، لكن كتر التغيير ده بيبقى وحش على اللعيب. في ملف مهم جدا يا ميزو بالنسبه للمعارين، المعارين وعودتهم، انت كنت اتكلمت يعني انت بتتكلم على واحد من اللعيبه اللي لازم يرجعوا، واحد زي ناصر ماهر، انت عندك مؤمن برضه مؤثر جامد، مؤثر بشكل كبير جدا، عماد متعب لو كان يعني طبعا التفكير ان هو يرجع تاني، عمرو بركات، صالح جمعه، عندنا 6 لعيبه تقريبا لو حد بس من الاعداد يذكرني بس، لان انا والشيخ وحسين السيد، والشيخ وحسين السيد وصالح جمعه، صالح جمعه ده برضو اللي انا حزين عليه. يعني مين الانسب في الفتره الجايه اللي يبقى متواجد بالنسبه من وجهه نظر ميزو؟ بس بص يا كابتن، يمكن صالح جمعه لعيب كويس جدا وكورته هايله،
بس هو يعني يعني مش عارف، الله اعلم، ما اعرفش يعني. بسمع طبعا، انا ما ليش علاقه بيه، ما اعرفوش، بس عنده قدرات هايله جدا لو خلى باله من نفسه. اعتقد اللي ده برضو يعني ده عبد الله سعيد، ده يقدر برضو يعوض عبد الله. انت مش عايز سعيد واحد بس، انت عايز ما كذا واحد. معنى ما انا لو حطيت في المكان ده، لو بصيت في المكان بتاع يعني عبد الله بس، الغلطه بتاعتك ان انت كمان عندي صالح ونصر. يعني الغلطه ان انت كان عندك واحد بس، يبقى عندك كذا حد. ما يعني هي دي النقطه. جه بقى الفرصه، انا بقى دلوقتي المفروض اللي انا اتعلمت من الدرس دلوقتي، عبد الله مشي وعندي ازمه في المكان ده، لا انا ارجع نصر وارجع صالح. دي بالنسبه للبلاي ميكر اللي هو مكان عبد الله. طبعا النقطه الثانيه يعني بتاعت بقيه المعارين، مؤمن زكريا مؤثر جامد جدا، احمد الشيخ شويه كده وشويه كده، بس هو عامل يعني ماشي كويس في السعوديه يعني على ما يعني مش متابع قوي. المشكله في المكان بتاعه بقى، يعني دي المشكله. عدد كبير، هي دي النقطه. انت يعني طبعا لجنه الكوره هي بتفكر واختيارات مين اللي هيبقى موجود ومين كمان من المجموعه اللي تبقى متواجده، حاجات كتير جدا، ملفات مهمه. لكن كاعاره ومين يرجع، فانت بتتكلم في اثنين. وبعدين يا كابتن في نقطة برضو هتبقى صعبة جدا، اللي الكابتن حسام مشي، كابتن حسام كان هو بقاله كتير مع الفرقة وعرف كمان اللعيبة دي قبل ما تمشي، عارف مستواها. بقى اللي هيخلي لجنة الكورة بتناقش الجزئية دي. تناقش بقى، كان الأول مثلا إيه، لا كل حاجة بترجع للمدير الفني، هو اللي في إيده القرار مين يرجع، مين ما يرجعش، هو اللي قادر. متطلباته هو متطلباته أي مدير فني، لازم لجنة الكورة أو الإدارة بترجع للمدير الفني. دلوقتي أنت هتجيب مدير فني جديد، طب المدير الفني بقى لا عارف مين اللي موجود ولا عارف مين اللي كانوا اصلا في الاعاره، فاكيد المدير الفني ده هيطلب كل الناس ترجع من الاعاره عشان يرجع يشوفها. ما ممكن مثلا ايه، الكابتن حسام مثلا مش مقتنع مثلا بعمر بركات، انت ممكن تلاقي مثلا مدير فني يجي عايز كل الناس يشوف مثلا عمر بركات ده، لا الراجل ده يقعد. التفكير خلاص اتغير 360 درجه. فانت دلوقتي انت مش عارف مين هيرجع مين. لو كان الاول، انا سمعت قبل كده كابتن حسام في مداخله، كابتن سيد حفيظ كان معانا هنا في مداخله وقال اربعه بس هم اللي راجعين. انت دلوقتي لا، مش شرط، انت ممكن دلوقتي المدير الفني اللي يجي يطلب من لجنه الكوره يقول لك انا عايز كل الناس. ما ممكن يبقى، ممكن في واحد من المعارين دول يعجبه، ممكن حسين السيد ده يعجبه ما كانش بيلعب وهو اللي يلعب بعد كده، صح ولا لا؟ فهو ما يعرفش. فكابتن حسام هو لما كان موجود هو الاضرب بكل الناس دي، عشان هم هو اللي مطلعهم، هو اللي وافق يطلعهم، وهو اللي وافق اصلا يجيبهم. ساعات يا معتز انت في محيره، لا في مثلا تقول ايه، انت ما بتلعبش في وقت ما تقول لو المدرب مشي والمدرب الجديد جه انا هبذل اقصى جهد ليه عشان ابقى متواجد. ده بيحصل للعيبه، ان في ممكن لعيبه ما تبقاش ماشيه بشكل يعني، او رجليها مش ماشيه مع مدرب، بتيجي مع مدرب تاني الوضع رجليها مش ماشيه. وفي مدرب مثلا ما بيلعبش اينو، يجي المدرب اللي وراه تلاقيه مثلا اينو ده بقى اساسي على طول. صحيح، شفناها كتير ومرت علينا. اقتناعه نفسه بالله هو هي وجهة نظر يعني، المدرب ده عايز فلان والمدرب ده مش عايز فلان. مش حب وكره على جزئيه مؤثر برضه غير ما عبد الله سعيد. جزء الدفاع يا معتز، يعني عندك الى حد ما اصابه رامي، اصابات سعد بتاثر، يعني حته قلب الدفاع عندك عامل مشكله برضه. رامي برضو اصاباته كتير شويه، هو سرد باك هايز ولعب معانا على فكره، لحقنا شويه. ده لو هو موجود يعني رقم واحد بيلعب وكلنا شفنا. حجازي برضو احتراف حجازي ده برضو اثر. سعد سمير ده كل الناس بتقول لك خليفه وائل جمعه ومن الناس الرجاله جدا في الملعب، بس برضو الفتره الاخيره دي شفناه بيتصاب كتير، فما بقاش فيه الا ايمن اشرف ومحمد نجيب، دول اللي بيلعبوا بشكل اساسي. ايمن اشرف صراحه اخذ فرصه، انت بتتكلم على الفرص، واحد من اللعيبه اللي اخذ فرصه اثبت. ايمن اشرف رغم اللي ده مش مكانه، يعني ايمن اشرف اصلا باك ليفت، كلنا عارفين ان هو باك ليفت، بس هو لما لعب في سموحه سيرد باك هو اثبت، ولما جه النادي الاهلي انا شايف اللي هو عملها بشكل كويس، لدرجه انا قبل كده مره طلعت فقلت في التحليل اللي هو ايمن اشرف سيرد باك احسن من الباك ليفت، فهو ماشي بشكل كويس. ونجيب عايز اشيد برده بالصفقه الجديده، احمد علاء. احمد علاء لاعب الداخليه اللي الاهلي لسه متعاقد معاه. احمد علاء ده انا عارفه من زمان، لعيب كويس جدا، كان بيلعب في نادي سبورتنج قبل ما يروح الداخليه، لعب يا دوب بس السنه دي والنادي الاهلي اشتراه. احمد علاء ده برده لو لعب هيركب، هيبقى عامل زي ايمن اشرف كده، لعيب من اللي هي بتركز في الملعب ولسه صغير يعني، قوه بدنيه عاليه جدا، وانا لعبت قصاده على فكره، فده برده من الصفقه اللي انا شايفها صفقه ناجحه في خط دفاع النادي الاهلي. يعني انا بتمنى ان شاء الله اي يكون جاي النادي الاهلي معتز يبقى عارف قيمة تيشيرت النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي ويبذل اقصى جهد، لان ده مهم جدا الفترة الجاية ان شاء الله. يعني ده اللي احنا نتمناه، ان هم يبقوا في احسن حالاتهم عشان نقدر نرجع للمكسب باستمرار في كل مباراة. خلينا نروح للتقرير الصوتي عن عودة النادي الاهلي ان شاء الله الفترة الجاية بشكل مميز، وارجع اكمل كلامي مع معتز في الاستوديو.
رغم التعثر والخسارة من كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، لم تهتز ثقة جمهور الأهلي في لاعب الفريق وقدرتهم على العودة من جديد للمنافسة وبقوة على تذكرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية. لم تستسلم الجماهير العاشقة لفريقها عقب مباراة كامبالا. ما زال الأمل والتفاؤل يسودان بين الجماهير لتحقيق الحلم الإفريقي، خاصة وأن معدن لاعب الأهلي دائما ما يظهر في وقت صعب. كثيرا ما يؤكد لاعب الأهلي قدرتهم على الخروج من مثل هذه المطبات الكروية سريعا بفضلهم وإصرارهم. لم ولن تفقد جماهير الأهلي ثقتها في لاعبيها، لأنها تعلم أيضا أن الفريق وراءه مجلس إدارة قوي يساند ويدعم الفريق بقوة من أجل تحقيق طموحات الجماهير. ما زالت تتبقى 4 مباريات للأحمر في المجموعة ب12 نقطة يستطيع حصدها وتصدر مجموعته، فهذا هو الأهلي الذي تعرفه الجماهير الحمراء جيدا. كم من مواقف صعبة تعرض لها العملاق الأحمر بسبب ظروف مختلفة من إصابات أو ظلم تحكيمي، لكنه عاد أقوى وأفضل وحقق الأفضلية وحصد البطولات من وراء ذلك، لأنه الأهلي أفضل وأعرق الأندية في الشرق الأوسط وليس في إفريقيا فحسب. الفرق الإفريقية تعلم من هو الأهلي الذي يعود سواء من قريب أو من بعيد. لاعب الأهلي على دراية بحجم وثقل الفانلة التي يرتدونها، يرفضون الخروج المبكر من المعركة الإفريقية. هم ينظرون إلى ما أبعد من الأميرة السمراء، لاعب وسط كبار العالم في كأس العالم للأندية وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ولما لا؟ والأهلي بات هو صاحب السعادة في الرياضة المصرية، الذي يرسم البسمة على شفاه جماهيره باستمرار. جماهير الأهلي على دراية كبيرة بما تعرض له المارد الأحمر من غيابات وإصابات وإجهاد بسبب ضغط المباريات، وأن القادم أفضل بعد إعادة ترتيب الأمور واستعادة بعض اللاعبين الذين غابوا عن المواجهات السابقة، وأن الفوز سيتحقق والصعود أيضا والمنافسة بقوة. فالأهلي لا يشارك في بطولة إلا ويلعب على الفوز باللقب، فدائما هو رقم واحد، هو ما يكون هدف المارد الأحمر في أي مشاركة. طيب خلينا أقول لكم ترتيب المجموعة اللي فيها النادي الأهلي بعد مباراة الأمس. طبعا النادي الأهلي بعد هزيمته 2-0 والترجي كسب 4-1 تاونشيب، الترجي بقى في المركز الأول برصيد 4 نقاط، ثم كامبالا سيتي برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، وتاونشيب في المركز الثالث برصيد أيضا 3 نقاط، والأهلي في المركز الأخير بنقطة واحدة. يعني ما أعرفش، الناس بتتكلم تقول لك خلاص فرصة الأهلي أو جمهورنا إلى حد ما الآن بشكل كبير على موقف النادي الاهلي. معتز، انت شايف في حاله النادي الاهلي في التوقيت الحالي والمركز الاخير بعد المباراه الثانيه او الجوله الثانيه، النادي الاهلي عنده امل بشكل كبير في هو جمهوره هو جمهوره يا كابتن؟ يعني حقه اللي هو يزعل، لكن لو انت بتتكلم فعلي او بالنقط وبالورق والقلم، لا، النادي الاهلي لسه عنده فرصه كبيره، ومش فرصه قليله كمان، لا ده عنده فرصه كبيره. النادي الاهلي لو كسب تاونشيب وكسب كامبالا يعني خلاص انت هتصعد انت والترجي، بس على النادي الاهلي تاونشيب رايح جاي رايح جاي ب6 بونت، وعندك كامبالا هنا هتجيلك، خلاص انت عندك 9 بونت، وعندك اصلا بونت من الترجي بقيت 10 بونت، تصعد انت والترجي. ما احنا مش هنتكلم زي ما كنا بنقول في الفاصل دلوقتي، مش هنتكلم ولا نحسب الترجي خالص، عشان انت رايح للترجي هناك في تونس. فخلينا نقول ان هي مباراه صعبه، هات بونت من هناك، يعني احنا لو بنتكلم بقى هات بونت من هناك، ما كانش طبعا اللي احنا بنتمنى اللي احنا نكسب. هكمل معاك الجزئيه دي لان جزئيه مهمه جدا جمهورنا معتزك. خلينا ناخد يعني على الهاتف واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده، ذكرى جميله، ذكرى 6-1، ونجم كان ساطع في هذه المباراه، كابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن فاروق، ومنور دايما في بيتك في الاهلي، وانا سعيد ان انا موجود معاك حبيبي يا كابتن، وسعيد كمان معاك اينو. سلام، الحلقه دي جامده جدا. لا الحلقه جامده عشان انت دخلتها يا كابتن خالد. انت في اسكندريه ولا هنا في القاهره؟ يا كابتن انت في اسكندريه ولا في القاهره؟ اه
انا في الكبيره راجع في الطريق والله. يلا تيجي بالسلامه يا كابتن خالد. لكن النهارده واحنا بنحتفل بيوم مميز في تاريخ كره القدم وتاريخ النادي الاهلي ومباريات الاهلي والزمالك ولقاءات القمه، ما ينفعش ان احنا ما تكونش معانا يعني ونحتفل بيك ايضا في اليوم ده، يعني رغم ان انا زعلان منك ما بصيتليش الكره في الجول الخامس. زعلان منك ايوه. انت الزمالك مبروك جيت جنبي دلوقتي وانت جيت خدت الكره وجيت جيت دول. انا قعدت بس للتذكره بس اقول لاينو، لانه يعني اينو اكيد كان بيتفرج على الماتش ده. انا كنت اول ما نزلت قلت للكابتن خالد انا لازم عايز اجيب جول، لازم باي طريقه كابتن خالد اجيب جول. قال لي طب خلاص بس اول فرصه تيجي هديها لك على طول. ففي الكوره الوحيده اللي انا نزلت فيها دافع عينه جت للكوره خالد الفراد، فضل انا شايفه بقى عمال يبص جنبه يبص وراه مش لاقيني، راح مرقص. هو كابتن خالد كان ناوي يجيب خمسه صح يعني. كابتن خالد انت كنت راسم اللي انت تجيب 10 ولا 5؟ جامد والله، بس مفيش نصيب، الحكم صفر وانا رايح الكوره، كنت رايح نرد الملعب لوحدي. بيبو يعني لازم اقول لك يعني ذكرياتك عن المباراه دي، طبعا اكيد اتكلمت عليها كتير، لكن برضه واحنا بنتذكر في اليوم ده لازم تقول لي كده ذكرياتك قبل اللقاء واثناء الماتش نفسه وسير اللقاء نفسه كان عامل ازاي بالنسبه لك؟ والله كابتن فاروق ده بص موضوع كبير جدا، يعني الواحد بيحمد ربنا طبعا ان هو ده ذكرى جيده مع جماهير النادي الاهلي، يعني الواحد يعني انا الحمد لله الواحد عمل سنين 5 سنين مع النادي الاهلي وبذل مجهود كبير جدا عشان خاطر يعني يحفر اسمه جوه قلوب جماهير النادي الاهلي، وده شيء صعب مش سهل مش سهل ان انت الجماهير بتفتكرك، وواحد طول عمره ما كانش يعني بيدور على نفسه اكتر ما انت بتدور على ازاي تفهم الجماهير او ان انت بتشتغل كفريق، وانت حتى بتتكلم على الكوره على الكوره بتاعتك دي اقرب مثال ان انا كنت مستنيك ان انا اديك كوره، يعني صحيح ما كانش في دماغي ان انا اجيب جون لوحدي، ولو انا كنت بفكر كده كنت ممكن جبت جون اكتر من كده في النادي الاهلي. صحيح الفكره ان الواحد دايما بيفكر في المجموعه، بيفكر في ازاي يسعد الجماهير، بيفكر ازاي ان النادي كله ياخد الواحد، يعني الامور مش سهله ان انت تشتغل الاسلوب ده وان انت تحاول دايما تفكر ان انت تشتغل لكل يعني كل واحد الواحد يشتغل مع المجموعه كامله. صحيح فربنا كرمني في مباراه زي كده عشان تفضل ذاكره في قلوب كل جماهير الاهلي، يعني انا من النهارده من الصبح تليفون مش في جمهور الاهلي بس يا كابتن، وجماهير نادي الزمالك برضه خلي بالك. الناس بتكلمني من الصبح والناس بتحتفل معايا من الصبح، فدي حاجه انا بالنسبه لي مهمه جدا وحاجه انا ما اقدرش ان انا يعني انساها طول عمري. والناس كلها يعني خلي بالك كل الناس بتفكر يقول لك ايه يعني دي يعني انا لعبت 5 سنين في النادي الاهلي ودي يعني ممكن المباراه بتاعت الاهلي والزمالك يعني طاغي عن كل اللي انا عملته في النادي قبل كده، يعني نهائي افريقيا صحيح وكاس مصر وكاس السوبر حاجات كتير صحيح. بس انا برضه زعلان انا مبسوط، خلي بالك انت فاكر ان انا زعلان، لا انا مبسوط جدا ان دي حاجه مفرحه الناس، فرح الناس فرحنا صحيح. احنا كلنا بنشتغل على الـ على الـ على الوضع. كابتن خالد سامعني؟ طب يا جماعه لو كانت خالد معانا ترجعوه تاني، لان يعني هنقعد نتكلم يعني في طبعا بعض ذكرياته في المباراه دي، يمكن في السنه دي خالد كان متميز جدا اينو في بطوله افريقيا امام سان داونز برضو، يعني كان متالق بشكل كبير، ايضا في السوبر الافريقي كان متالق بشكل كبير. السنه دي كانت سنه خالد بيبو خصوصا بقى في المباراه. لا كابتن خالد اصلا عامه والله مش مش يعني مش عشان السنه دي بس، كابتن خالد نجم كبير ومن اول ما جه النادي الاهلي عمل بصمه. طبعا الماتش ده كل مصر او كل جمهور النادي الاهلي ما يقدرش ينسى المباراه 6-1، فهو مش جمهور الاهلي بس خلي بالك ايه ده جماهير مصر كلها. ما انا بتكلم انا قلت في اول كلام جمهور مصر كله، لكن بصفه خاصه جمهور النادي الاهلي طبعا. فساب بصمه جميله طبعا ماتش 6-1 ده، وهو كان يعني كان ربنا كرمه جدا في المباراه دي. هي اي حاجه كانت ماشيه، انا يمكن قلتها له قبل كده، اي حاجه كانت ماشيه في المباراه دي، بس الكابتن خالد من الناس المحترمه جدا حتى بره الملعب خلقا كمان طبعا. ونجم جميل انا كنت من الناس شخصيا اللي انا كنت اتمنى اللي هو العب معاه. هو خالد كمان كان عنده ميزه وزي ما بيكان كده. طيب هو معانا اهو كابتن خالد عشان اقول الميزه دي، ان هو فعلا هو بيتكلم على حته الاثاره عن النفس وان زمايله لازم تجيب جون. على فكره لغايه دلوقتي واحنا بنلعب خماسي لازم يقول يا فاروق تعالى قرب عشان اديك، يعني حته ان انا وهو نبقى او اللي جنبه عامه بشكل عام حته اثاره، وان انت عايز تسعد جمهورك مش مشكله، انت المشكله الاهم هو الجمهور والفريق، ده على طول كانت موجوده. كابتن خالد خليني اكلمك واحنا بنتكلم على الماتش ده، بس اذكر جمهورنا واذكرنا في ان احنا لو ذكر كنا نازلين الماتش ده والامور بالنسبه لنا كفريق كانت لحد ما كانتش مظبوطه، صح ولا انا غلطان؟
صحيح ما كانش الصوره جيده. يعني ما كناش عايز مستوانا، وكان الناس الزمالك كان ماشي بشكل كويس جدا، وكان عنده فرقه قويه جدا، والاسماعيلي كمان، والاسماعيلي يا كابتن، والاسماعيلي كمان كان في طبعا. لكن انا بتكلم انا جدا على كل علينا احنا كمان، احنا ما كناش ماشيين بشكل كويس، وكانت الامور بالنسبه لنا مش بالصوره الجيده، بس يعني احنا اشتغلنا بروح الجماعه في المباراه دي، اشتغلنا معايا مع مستر فانوس دي طبعا، انا شايف واحد من افضل المدربين نجوم النادي الاهلي، فقدرنا ان احنا ناخد الجيل، لان احنا دخلنا المباراه بشكل كويس جدا قبل ما حتى نادي الزمالك يحاول ان هو يخش معانا في الجيل، ان احنا خلصين المباراه يعني. يعني انا بتكلم لان هو درس للتوقيت الحالي يا كابتن خالد، ان انت ممكن ما تبقاش في حالتك الطبيعيه، ولكن يعني تعود سريعا للشكل الطبيعي بتاعك كفريق النادي الاهلي. برضو يهمني اعرف وجهه نظرك في المباراه دي، تبقى في نفس الوقت حافز للعيبه انها احنا يا جماعه ما كناش في حالتنا الطبيعيه في وقت من الاوقات، ولكن اتجمعنا كلاعبين كبار، اتجمعنا كفريق عود سريعا، وكانت دي بدايه مميزه جدا، رجعنا للمنافسه لبطوله الدوري امام الاسماعيلي لو تتذكر بعد كده يا كابتن خالد. تمام. بص يا الفرق الكبيره بيبقى عندها دايما مجهول ان يقدر يخرج في الاوقات المهمه، حتى لو هي مش في حالتها. تجمع ازاي الفرقه، تجمع ازاي اداء اللعيبه، عشان تقدر تشتغل على راس اللعيبه، في عندك حاجات كتير قوي تقدر تصر عليها، يعني الكوارث بتاعت الفرق الكبيره بتبقى كتير، لما بيحصل فتره دروب في اي حاجه بتقدر تصر على حاجات تاني، يعني انت لو انت الكوره حاسس ان هي في الملعب بتنزل معاك تقدر تشتغل على الجزء بتاع الروح، الكرة الروح اللي اشتغلت معاك تقدر تشتغل على عدد الجماهير، الجماهير اللي تقدر تشتغل على العدد الجماعي اللي احنا بعض الفرق، فانت بتلاقي في ادوات قوي في ايديك تقدر تشتغل بيها، المدرب الناجح هو اللي بيقدر يطلع يستفز كل الامور اللي جواه، ويقدر يحط كل العامل قدامه، ويقدر يدور على طريقه مناسبه يستفز فيها اللعيبه للمباريات الكبيره. صحيح. فهو ده اللي بيحصل للفرق الكبيره، الفرق الكبيره يعني معلش الفرق الكبيره دي مع اتولد كتير، لا ده عوامل جدا اتحطت على بعض، وتاريخ ونجوم كتيره قدروا ان هم يعني يخشوا في المنظومه ده، خلت فرقه جديده تقدر ان انت تطلع من المخزون بتاعك، يعني انت بعوض اقول لك انا فكره صغيره بس، احنا مباراه بطوله كاس مصر بعد ما كنا خسرنا من انبي وخسرنا بطوله الدوري، الكابتن محمود الخطيب طبعا كان بدا يتولى المسؤوليه صحيح في التوقيت ده، ظروف صعبه جدا 2003 يا كابتن خالد، قدروا يستفزوا اللعيبه ان هم قدرنا ناخد كاس مصر صحيح، واحنا ما كناش في حالتنا، وكان الدنيا كلها بالنسبه لنا كانت صعبه جدا صحيح، فانت تقدر تلاقي دايما توازن في اللعيبه اللي بيلعبوا. طب كابتن خالد، خبراتك الكبيره اللي كانت موجوده في بطوله افريقيا ومع النادي الاهلي، النادي الاهلي في بطوله افريقيا في الفتره القادمه شايفه رايح على فين؟ بص خلينا الاول نذكر الكابتن حسام بدري، عمل مجهود كبير جدا في النادي الاهلي تمام، ومده وقت مجهوده يعني لما يكون مدرب لعب 95 مباراه وخسر 8 مباريات بس، يعني على ما اتذكر هو ده الرقم بتاعه، اذا كنت غلطان في حاجه لسه هحلف، بس يعني لا طبعا ارقام بتتكلم على حاجه كبيره جدا، يعني بتتكلم على تاريخ فوز كبير جدا، حتى لو في بعض من جماهير النادي الاهلي زعلانه في حقها، احنا بنشتغل كل الشغلانه دي عشان الجماهير في الاخر تبقى مبسوطه، لان انا في الاخر كنت حسام معسكر خد النادي الاهلي في توقيت صعب جدا، وكان الاهلي برضه كان بعيد بقى له فتره، قدر ان هو في فتره صغيره ياخد بطوله الدوري وينافس على كل البطولات اللي هو شغال فيها، وعمل فرقه كويس، عمل فرقه كويسه بغض النظر بقى ان هو حصل مشاكل في الرباط في الفتره الاخيره كلها سريعا، عوامل كثيره جدا، ممكن يكون هناك برضه كابتن حسام ليه جزء فيها طبعا، ده كده القائد اللي بيقود مسيره النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يرمي كل حاجه على الظروف، اكيد كابتن حسام ليه برضه جزء في الظروف، انما كانت الظروف يعني خلاص هي كوره كده بتيجي فترات خلاص هي مش عايزه تمشي، ممكن في اوقات انت بتتكلم في مباراه امبارح ضربه جزاء وليد صلاح وليد سليمان يجيب هدف واحد منهم مباراه بتفتح، يعني اوقات كتيره جدا الكوره خلاص بتقفل، هي صحيح حصلت
انما مش معنى ان حصل كده ان انا انسى الفتره اللي عملها كابتن حسام البدري مع النادي الاهلي وعقد مباريات كتيره جدا وعدم التزام النظام بتاع النادي الاهلي في وقت كان الامور كانت ابتدت تسيء شويه، انما وجوده في وجود جهاز بتاعه وانتقال كابتن خالد لسه معانا يا جماعه؟ وقت كبير جدا. سمع من اداره النادي ان هو كان مؤسس اداء النادي الاهلي في اوسط انسى كل الحاجات الكويسه اللي عملها، ودايما لازم تبقى في اطار المدير الفني بتاع النادي الاهلي اللي تعب واجتهد واصاب مرات طويله. انما بالنسبه طبعا للسؤال اللي انت بتقوله ان البطوله الافريقيه لسه احنا بدانا احنا كنا اتغلبنا بفتره اسمها اربعه وصلنا البطوله. صح صح يا كابتن. وفي 2013 الاهلي بدا وحش خد البطوله. عمرها ما بتتقال كده، انت عندك لسه فاضل تناقص وهتبقى راجع بعد كده اربع مباريات لسه فاضل لك 13 نقطه، الفرقه هتتجمع تاني وتبني نفسها تاني والعناصر اللي ناقصه بلا شك ما حدش يقدر ينكر ان غيابات النادي الاهلي مؤثره. وكان اللعيبه بتلعب مباريات كتيره جدا وبيسبوا منتخب وبيرجعوا على النادي ويطلعوا من كاس مصر على بطوله افريقيا على 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 مباراه المنتخب على مباراه الدوري، فطبيعي جدا ان ممكن تلاقي في اصابات كتيره، مش كده ان الاصابات ضربت كل العناصر الاساسيه اللي كان معتمد عليها. صحيح 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 يا كابتن، لكن تتوقع ان شاء الله كابتن النادي الاهلي قادر ان هو يوصل للدور الثمانيه من خلال المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يوصل، النادي الاهلي قادر، وزي ما قلت لك النادي الاهلي عنده ادوات كتير قوي يقدر يستغليها في اي وقت يستفيد بيها اللعيبه، يقدر ان هو يوصل لمكان كويس. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في كل وقت في اي مكان للقادم ان شاء الله. كابتن خالد رمضان كريم، ومبسوط وسعيد ان انت كنت معايا النهارده في يوم زي ده، يعني مباراه لن ننساها في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه بشكل كبير، يعني مباراه الاهلي والزمالك 6-1 وانت كنت نجمها كابتن خالد بيبو، واحد من نجوم النادي الاهلي ومحلل بارز، ويعني جميل وممتع جدا لما تسمع خالد بيبو في عمليه التحليل، وكنت كان ممتع ايضا في الملعب وخارج الملعب. خلينا نميزه واحنا بنتكلم برضو كابتن خالد، يعني واحد قال لك النادي الاهلي يعني قال قادر على الوصول لدور الثمانيه ان شاء الله، وده بالارقام حتى يعني سريعا كده ميزه واحنا بنتكلم على الجزئيه دي. يمكن زي ما قلت حضرتك قبل الكابتن خالد ما يخش معانا، اللي النادي الاهلي لو ركز في المباراه الجايه دي، واعتقد بامر الله اللي هو هيركز ولاعيبته قادره وجمهور هيقف جنبه، وانا عارف ومرينا بالحاجات دي كتيره، بس النادي الاهلي بيعرف يفصل في الحاجات دي. فانا شايف اللي ان شاء الله ربنا يكرمه ويكسبوا المباريات اللي جايه مع التركيز مع يعني الروح اللي بينهم ان شاء الله الدنيا زي اي حد. والنادي الاهلي دايما معودنا بروحه واللعيبه بتحب حبهم لبعض، والحاجات دي بتفرق جدا في الملعب. ان شاء الله ربنا يكرمهم بامر الله ويصعدوا ويفرحوا جمهورهم ويصالحوهم، وده الطبيعي يعني ده الطبيعي اللي الجمهور اصلا مستنيه منهم يعني. صحيح، حته الوقوف جنب الفريق في المرحله القادمه مهمه جدا، يعني ده اللي احنا نتمناه، واحنا كنا نتمنى ان احنا نخش رمضان كده جمهور الاهلي سعيد بماتش امبارح، لكن طبعا هي دي كره القدم، وده وضع ان شاء الله ما بيستمرش كتير مع النادي الاهلي. انا بشكرك يا معتز وجودك معانا في قناه الاهلي وهنا في استاد الاهلي، وبنسعد بيك دايما، بس انت واحد من اللعيبه اللي ادوا فريق النادي الاهلي والنادي الاهلي كل مجهود عشان الجمهور ده يسعد اللي احنا بنتكلم عليه ده. طبعا يا كابتن، يعني كلنا بنلعب من اجل جمهور النادي الاهلي ومن اجل النادي الاهلي ذات نفسه، والنادي الاهلي يمكن اكبر زي ما قلت لحضرتك اكبر نادي في افريقيا، وشرف لاي حد وشرف ليا اللي انا لعبت في النادي الاهلي وخدت 14 بطوله مع النادي ما شاء الله، فيعني في 5 سنين، فدي حاجه طبعا كبيره جدا وانا بعتز بيها، وشرف ليا اللي انا كنت موجود معاك النهارده. انت عارف حضرتك اخويا الكبير طبعا. يعني بعيد عن اي حاجه وقناه النادي الاهلي ده يعني قناتنا كلنا، وده بيتي، وما بقدرش اتاخر على جمهور النادي الاهلي عشان ببقى سعيد جدا اللي انا الناس بتشوفني من خلال القناه. سعداء بيك وربنا يخليك ان شاء الله بفرق يعني المرحله المقبله ليك، سواء بقى كنت كلاعب او بقى انت حابب بعد كده. والله كابتن يعني انا مستني السنه دي، يعني بعد ما رجعت من السفر كنت في الامارات، ومستني السنه دي لو جه حاجه كويسه يعني نادي كويس وعرض كويس عايز العب يعني. لو ما فيش حاجه انا لسه 34، يعني ناس كتيره بتقول لي ما تبطلش لسه بدري، فانا مستني بس حاجه كويسه يعني مش عايز استعجل. لو ربنا يعني تدريب خلاص تدريب اداره بقى يعني تدريب تحليل
يعني تنورنا. فخلي بالك بقى شويه على تنور نفسي. تنور معزه. اشكرك معتز. اشكرك نورتنا وشرفتنا. زي ما احنا بنتكلم كده يعني لو بنتكلم على موقف النادي الاهلي في بطوله افريقيا, لا لسه عندنا يعني ثلاث مباريات نقدر من خلال او اربع مباريات هنلعبهم, ثلاث مباريات الى حد ما بمستوى الفرق اللي احنا شفناها سواء كامبالا او تاونشيب نقدر نكسب تاونشيب يعني زي ما بقول رايح جاي. ولكن طبعا ده مش بيجي غير بالاجتهاد. كامبالا عندك هنا فرصه كبيره على ملعبك تقدر تكسبها, يبقى انت كده 9 نقاط تاخدهم مع نقطه موجوده عندك يبقى 10 نقاط. الموضوع بالنسبه لك, انا بستبعد على فكره مباراه الترجي, لكن مباراه الترجي ده شيء تاني اللي احنا وضعنا مختلف هناك لما بنلعب في استاد المنزه في تونس. احنا عندنا يعني زي ما نقول ايه رجلينا او حظنا عالي على فرق التونسيه خصوصا الترجي, نقدر كمان ناخد يعني نتيجه مميزه هناك. يبقى انت الامور مش بعيده عنك خلاص, احنا بس بنطمن جمهور النادي الاهلي الامور لسه في ملعب, ولكن محتاجه جهد وتعب من اللاعبين عشان نوصل لدور الثمانيه ان شاء الله من خلال البدايه غير الموفقه اللي احنا ابتديناها. لكن ان شاء الله الامور مش بعيده عن ربنا, مفيش مستحيل دائما مع النادي الاهلي, ده اللي احنا نتمناه. يعني نورتونا وشرفتونا. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم استاذ محمد الجندي الاعلامي المميز في الاهلي يحاور.